والضغط العصبي ده ازاي عشان تقدر تطلع بالمستوى اللي كلنا شايفينه. والله زي ما انت قلت بالظبط، الجدول المره دي كان مختلف عن اي بطوله تانية. لعبنا كميه ماتشات في وقت قصير بشكل يعني كان مفاجئ جدا لينا، ما كناش متخيل ان فعلا البطوله هتبقى بالصعوبه دي، لان لعبنا 6 ماتشات فردي في يومين، فده طبعا حاجه صعبه جدا. وتاني يوم بدون راحه بدنا الفرق على طول، بس زي ما انا قلت الفريق عندنا فريق رجاله، واحسن حاجه في فريقنا ان هي فعلا بيحط اولويه لقوات المنتخب، يعني ايا كان هو بيلعب مع انديه كبيره في دوريات اوروبيه او اسيويه، هو بيحط دايما انه رايح العب مع المنتخب، فبيفضل ده هو همه وده هو الاولويه بالنسبه له. فيمكن ده الفرق اللي ما بيننا وبين الفرق الثانيه، ان احنا فعلا عارفين المسؤوليه بتاعه تيشيرت منتخب مصر. فيعني الحمد لله الحمد لله، مكسبنا للذهب والميداليات الثانيه كان يعني كرم من عند ربنا بيتوج المجهود اللي قامت بيه اللعيبه بالذات زمايلي، يعني بجد ابطال، يعني انا بجد بحييهم وفخور جدا بيهم. اولمبياد طوكيو اللي فات يا عمر، مصر كلها كانت بتستنى ماتشات عمر عصب اولمبياد طوكيو، خاصه ماتش دور الثمانيه مع اللاعب الصيني. الحمد لله. بتحضر لنا ايه الاولمبياد باريس وايه طموحك فيها وايه اللي انت بتجهزه عشان ان شاء الله المره الجايه تقدر تنافس على الميداليات؟ انا اتعودت دايما ان انا لما باجي مصر منتخب مصر ان انا يبقى في شيء جديد، يبقى في انجاز جديد، الناس بتبقى مستنيه حاجه زي كده وبتفرح جدا لما الواحد ربنا بيكرمه بحاجه زي كده. فعشان كده هو ده الهدف، واحنا بنعمل اعداد من ساعه طوكيو مش من دلوقتي بس. طبعا كان في انجازات بتحصل، كان في بعض الاخفاقات بتحصل، وده طبيعي في الرياضه، بس احنا ان شاء الله ان شاء الله بندعي ربنا ان الانجازات تكون اكتر بكتير من الاخفاقات. والناس الحمد لله في مصر متفاهمه الوضع، الناس بتبقى عارفه واثقه ان احنا حتى لو وقعنا في مره بنقوم مره واثنين وثلاثه. فالحمد لله الحمد لله، نفسنا طبعا نفرح الناس من خلال تنس الطاوله، واحنا عارفين الناس بتحب تنس الطاوله، بس نفسنا اللعبه ترجع زي زمان من الالعاب الشهيره يعني في مصر باذن الله. صحيح. معاك في المنتخب اخوك خالد عصب. طبعاً. ربنا يبارك فيكم. وكلنا بقى الكواليس اللي قاعده في اوضه واحده والخناقات اللي بتحصل في البيت بتتقل معسكر المنتخب ازاي؟ كلمنا عن كواليس الاوضه. هو طبعا بدون خالد انا مش قادر ادي بشكل يعني حتى بشكل متوسط، مش هقول لك بشكل عالي، لان خالد هو حتى بيبديني على نفسي، يعني بيحط الاولويه، بيحاول ان هو يعني لو انا محتاج مثلا تمرين او حاجه هو بيجي معايا، حتى ده هيجي على الماتشات هو الفردي. فبصراحه هو يعني هو بيديني اكتر من المتوقع اصلا، وانا بحاول طبعا اعمل معاه وسبورت هو على قد ما اقدر، بس هو مش يعني خالد طبعا جزء اساسي، كل فريقنا بيعمل كده، احنا دايما بنساعد بعض، يعني بنحاول ان احنا نكون احنا سنين قريب، وبنحاول دايما ان احنا كل واحد فينا لما ينزل على الطاوله نخليه يأدي افضل شيء ممكن، سواء بقى لو ما يدخلش على حد، يعني في حاجه فنيه، في حاجه بدنيه، في نقدر ان احنا مثلا نساعده في حاجه، فالحمد لله احنا الرحمه بينا كويسه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يعني يوفقنا لحاجه كبيره تخلي اسم تنس الطاوله في الوضع اللي هو يستحقه باذن الله. من المصري محمد صلاح نجم ليفربول من العابه المفضله الشطرنج وتنس الطاوله، كنت في لقاء سابق وجهت ليه دعوه لمباراه تحدي مع محمد صلاح، هل ممكن نشوف المباراه دي قريبا؟ والله حصل فعلا كذا فرصه قبل كده، بس يا اما ما كانش يعني حتى في يناير كان في فرصه ان احنا نعمل حاجه، بس الظروف ما اتاحتش، انا كنت في المانيا ما عرفتش انزل اخر لحظه، بس باذن الله انا من 3 ايام كنت معتاد يوم اجازه اتحاد جده، ويعني كان لقاء جميل جدا، وهو اهداني التيشيرت بتاعه وانا اديته مضربي، يعني هو فرقه فريق كره القدم بتاعنا احنا بنتشرف بيه زي فريق كره اليد وكل الفرق المصريه، فعلاقتنا حلوه مع بعض، وفي الاول وفي الاخر احنا يعني بنشارك بعض في عماره واحده في الاولمبيات او في الدورات اللي مع الاولمبيه بالذات، فيعني احنا دايما بنفتخر بيهم ونتمنى لهم طبعا كل التوفيق ودايما نبارك لهم باذن الله. برضه هتظبط ماتش مع محمد صلاح؟ والله انا الاسالي دلوقتي حجازي، احنا بنلعب في نفس النادي مع اتحاد جده، واحنا قلنا كذا مره نلعب، فان شاء الله في الفتره اللي جايه، فكابتن احمد يعني فخر لنا كلنا، وباذن الله طبعا في اي فرصه هيبقى مع كابتن محمد باذن الله. ان شاء الله. اخيرا، مين الرياضي الملهم لعمر عصر على مسيرتك، سواء لاعب تنس او لاعب رياضه اخرى، مين القدوه ليك او الرياضي الملهم اللي انت شايف دايما ان انت عاوز توصل ليه؟ والله انا كان ليا يعني حظ كبير ان انا اتعامل مع الكابتن محمود بشكل كذا مره وانا صغير، فعشان كده ده اللي خلاه دايما يفضل بالنسبه لي هو المثل الاعلى، خصوصا الناس في مصر فعلا بتقدره وبتحبه اكتر مكان هو بيلعب كمان، فيعني ده مثال جميل جدا، اعتقد انا وكتير من الرياضيين بيحبوا كابتن محمود. بس طبعا عايز اقول برضه ان في كل رياضه عندنا بطل وعندنا مثال، بس يعني كابتن محمود اللي جاي في دماغي دلوقتي لان انا معزه خاصه في قلبي. حبيب المصريين كلهم. شكرا. 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 في